إسلام، كيف هي أجواء العملية الانتخابية في يومها الثاني بالعاصمة البريطانية لندن؟ نعم زميلتي ميساء، نحن الآن متواجدون داخل القنصلية ومباشرة أو التغطية المباشرة هنا متواصلة اليوم الثاني على تولي الجالية الجزائرية المشاركة في الانتخابات الجزائرية مستمرة. الإقبال تطور ملحوظ بالنسبة للإقبال هنا، بالنسبة للجالية الإقبال مستمر أيضا لمراكز الاقتراع، مما يؤكد حرص الناخبين على ممارسة حقهم الدستوري لاختيار ممثليهم وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم. وأيضا مع مرور الأيام يمكن من المرجح أن ترتفع نسبة المشاركة بالنسبة للناخبين أكثر مما هي عليه اليوم وأكثر مما كانت عليه البارحة، وهذا ما أكدته السلطة القائمة على مركز الاقتراع هنا داخل القنصلية، حيث حرصت هذه الأخيرة على توفير كل الدعم اللوجستي والمادي وحتى الإداري للناخبين من خلال تطبيق أو تدابير اللازمة لضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات من خلال مراقبة تسجيل أي حوادث قد تطرأ خلال العملية الانتخابية. لكن حتى الآن لم تسجل أي من هذه، مما يعكس التزام الناخبين وحرصهم على احترام القوانين المعمول بها هنا.